لقي جندي سعودي مصرعه إثر سقوط قذائف على أحد مراكز حرس الحدود المتقدمة بعسير حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن أحد مراكز حرس الحدود المتقدمة بمنطقة عسير تعرض لسقوط مقذوفات عسكرية تم إطلاقها من داخل الأراضي اليمنية، فيما نتج عنه إصابة الجندي أول محمد بن علي الحسين جعفري ووفاته في أثناء نقله إلى المستشفى.